زينب وانتي هتنامي؟ السؤال الذكي ده يعني قاعدة على السرير اكيد حناء. يا زينب يا حبيبتي، المفروض لما ارجع من الشغل تقعدي معايا تسامريني تسليني، تلبسي قميص نوم شكلة يرد فيا الروح ويجوني على الصحيان للشغل تاني يوم. ويستحسن احسن اقوم اغنيلك زي الخالة نظيمة ولا اعملك غزية. بقولك ايه، يعني تعبانة من شغل الدار ونعساني، لما تخلص اكل بركن الطبلية على جنب والابريكة عندك بغسل ايدك. قومي يا بت، قومي يا بت تحدثي معاي، قومي يا بت اتحدث وياكي شوية، ايه اللي هتضغط بالكفن يا بعيدة؟ قلتلك عاوز انام، اصوت والم عليك اللي في الدار، قلتلك عاوز انام. خلاص خلاص ايه تنامي، يلا ما بلاش اهي حاجة احسن من ما فيش. جاتك البلد وليا غم.